أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان
الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.